برحب بحضراتكم مرة تاني، وزي ما قلت قبل الفاصل هنتكلم على شكل جديد هنتعامل بيه خلال السنوات المقبلة، ليه علاقة بتذكرة الأوتوبيس وتذكرة المترو والمونوريل وكل بقى وسائل المواصلات الحديثة تحديدا اللي بنشهدها في الدولة المصرية. الكارت الذكي أو الكارت الموحد يمكن ده الاسم المتداول حول هذا الشكل للكارت اللي هيكون بديل للتذكرة. هنعرف تفاصيله أكتر ونعرف كيف سيتم هذا التحول، يعني بعد ما كنا متعودين على الطوابير ومتعودين على الكمساري ومتعودين على كل هذا، يعني هذه القصة اللي كانت جزء أساسي من تجربة المواصلات في مصر، إزاي بقى هننتقل لمشهد مجرد كارت هتقدر بيه تركب كل وسائل المواصلات. بشرفنا يكون موجود معنا في فقرة اليوم دكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة بني سويف. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ومشاهدين حضرتك الكرام. كل سنة وحضرتك طيب، مشرفنا ومنورنا. حضرتك ومصر كلها بكل خير وصحة وسعادة يا فندم. عايزين نعرف بداية إيه فكرة الكارت الذكي؟ يعني يمكن لأول مرة بنسمع عنه، يمكن لسه ما شفناهوش عندنا في مختلف وسائل المواصلات، لكن المؤكد إن هو هيبقى موجود خلال الفترة المقبلة. يعني هو وسيلة بتأتي ضمن إطار شامل لتطوير منظومة النقل اللي بدأ العمل عليها منذ توالي السيد الرئيس عبد الفتاح المسؤولية في 2014 بتطوير منظومة النقل بالكامل والتحول الرقمي للدولة المصرية ومحاولة التحول للنقل الأخضر المستدام. بيتم العمل على تنظيم عملية الربط بين وسائل النقل المختلفة من خلال تذكرة موحدة يمكن استخدامها في كافة وسائل النقل، هيبقى عليها صورة واسم المستخدم لضمان استخدامه الشخصي لهذه التذكرة. يعني هيكون كارت كل شخص ليه كارت الخاص بيه. بالظبط يا فندم. وهيقدر يركب، يعني ايه شكل المواصلات اللي هيركبها عن طريق هذا الكارت؟ هو بقى مسموح له باستخدامه في كافه وسائل النقل العام، اتوبيسات النقل العام، اتوبيسات النقل العام اللي تخضع لجهاز تنظيم النقل، المترو بخطوط الاربعه، المونوريل، القطار الكهربائي الخفيف ال ار تي، اتوبيسات النقل العام زي ما قلنا، السكة الحديد بشكل اشمل. يعني هو طبعا هيبقى فيه خطط لتطوير استخدامه بحيث انه يشمل نطاق اوسع في كافه وسائل النقل على مستوى الجمهوريه. هو استخدامه كمرحله اولى داخل القاهره الكبرى كمنطقه او حيز جغرافي، هيبقى داخل منطقه القاهره الكبرى بوسائل النقل الجماعي المختلفه، والهدف منها هو تشجيع التحول للنقل الجماعي الذكي الصديق للبيئه، واستهداف بشكل كبير كمان، وده اللي دولة دايما عينها عليه بقى في الفترة دي، وده التخطيط السليم اللي كنا دايما بنادي بيه، هو ان انا عايز احط معايا من ضمن الشرائح اللي بستهدفها في النقل الجماعي شريحة ملكي المركبات او قائد ملكي المركبات الخاصة، ان انا بشجعه انه يقدر يترك السيارة الخاصة او المركبة بتاعته في مكان امن. بيتم عمل جراجات او باركينج في كل محطات وسائل النقل الجماعي سواء المونوريل او قطار الكهرباء الخفيف او حتى مترو الانفاق، بحيث انه يقدر يركن عربيته في اقرب نقطة ليه ويتحرك من خلال وسائل النقل الجماعي. ده بيبقى مردوده على طول مكاسب كبيرة جدا للشخص وللدولة، توفير استهلاك الوقود، توفير معدل استهلاك المركبة، تقليل ساعات العمل المهدرة، كل ده فوائد بتعود على الفرد وعلى الدولة بشكل كبير. يعني لما يجي عندي بنك الدولي ويدي تصريح ان الاقتصاد المصري بيتكبد خسائر مقدارها 8 مليار دولار في 2014 وهتصل في 2030 ل 18 مليار دولار بسبب الانبعاثات والتكدس المروري اللي بيحدث، ده بيسبب لي على طول خسائر على الاقتصاد المصري. زاوية تانية للموضوع. طبعا. بالإضافة لان انا عندي كمان مؤسسة جايكا اليابانية صرحت بان القاهرة كبرى الاسكندريه تصبح جراجات كبرى، فكان لابد من التحول لوسائل النقل الجماعي صديق للبيئه وتسهيل العمليه وتشجيع الانتقال ليها وتوفير خدمات النقل بشكل يساعد على جذب زي ما قلنا كده كافه شرائح المجتمع، بالاضافه لمالكي المركبات وتشجيع عمليه السياحه الداخليه داخل القاهره الكبرى بعد التحول ايضا في المدينه القديمه، واظهار بقى الرونق الجمالي ليها القاهره الفاطميه القاهرة الخديوية وسور مجرى العيون وعين السيرة، استرجاع بقى الأنماط الجميلة وخروج بقى المناطق الحكومية في المجتمعات المرنة الجديدة زي العاصمة الإدارية الجديدة، وترك بقى القصور الجميلة
لإعادة استخدامها بشكل جميل في العالمية السياحية. فكان دي كلها أنماط لابد من استخدامها وأدوات لابد من استخدامها لتشجيع السياحة بشكل كبير. طيب احنا أولا يمكن الشكل التقريبي اللي احنا عارفينه هو فكرة اشتراك المترو مثلا. تمام. ان بيبقى عندنا الطلبة ليهم اشتراك او بعض الفئات في المجتمع يقدروا انهم يعملوا اشتراك في المترو. هل نقدر نقول ان هي فكرة مشابهة فكرة ان انت معاك كارت وهتدفع له مبلغ صحيح. بشكل مقدم وبعد كده تستخدمه؟ يعني عايزين نعرف اكتر التفصيله دي هتكون عامله ازاي، يعني هيبقى باشتراك سنوي ولا هندفع له ازاي، وهل هيبقى ليه مثلا تطبيقات معينه؟ عايزين ناخد اكتر في تفاصيل الشكل بتاعه. هو كارت الذكي عباره عن محفظه الكترونيه ممكن استخدامها لحجز التذاكر، ممكن استخدامها بشكل يعني اشتراك يومي او اسبوعي او شهري او سنوي. طبعا هيبقى فيه تخفيضات وعروض بشكل كبير تنافسية، وخصوصا في فترات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات وذوي الهمم وكبار السن، كل ده هيبقى ليه تخفيضات زي بالظبط زي ما حضرتك تفضلتي فكرة تذكرة المترو، ولكن بشكل أعم ممكن استخدامها بقى في كافة وسائل المواصلات، وممكن استخدامها في اليوم الواحد أكتر من مرة. فهي فكرة يعني ببساطة زي ما قلت حضرتك كده بتوفر الوقت وبتوفر المجهود وبتوفر الطوابير الطويلة اللي كانت بتحدث، بت 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 بتساعد على زي ما قلت كده هو محاولة للتحول الرقمي وتحول الأخضر المستدام من خلال الدولة بشكل عام، وعمل نظام رقمي يسهل عملية الحجز والانتقال، وأيضا استخدام تطبيقات إلكترونية لتسهيل عملية الحجز في القطارات وسكك الحديد. يعني احنا بنتكلم في كارت هيبقى بيتشحن قبلها ونقدر ان احنا نمرره على مثلا البوابات اللي بتكون في المترو او في القطر او ان كان، واقدر ان انا اركب المترو او القطر او اي شيء. هو الفكره موصل. الاساسيه هو توحيد منظومه الدفع، يعني يبقى انا هي منظومه دفع موحده، بشحن زي ما حضرتك قلت كده او بحجز بكارت بدفع بيبقى محفظه بتتشحن مره واحده وبيتم استخدامها في كافه وسائل المواصلات بشكل بسيط وسهل، بيوفر عمليه الطوابير والتذاكر الورقيه وكل اللي احنا كنا بنشوفه، وتسهيل عمليه تسهيل وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل لكافه وسائل المواصلات. طب الكمساري هيروح فين يا دكتور؟ يعني بعد الشكل الجديد ده الكمساري اللي بيشتغل في الاتوبيس اللي احنا متعودين بنقطع من عنده التذكره، هل هيبقى خلاص الشكل ده بيختفي من عندنا في المجتمع المصري بعد وجود الكارت الذكي؟ خليني اقول لحضرتك، هي مصر بت بت بتصارع الزمن لوجودها في مكانها الطبيعي بين الدول المتقدمه اللي احنا اتاخرنا كثير عنهم فترات طويله. احنا النهارده العالم كله بيتجه دلوقتي كمان للنقل الذكي اللي بيبقى بدون اصلا قائد للقطار، يعني المونوريل ده اصلا المفروض ما فيش ليه يعني فرد او قائد او عامل بشري بيتحكم في عمليه القياده، ولكن احنا هنبقى فيه في الاول طبعا اثناء عمليه التشغيل المبدئي والتجريبي، ولكن احنا العالم كله بيتجه دلوقتي للتحول للنقل الذكي بشكل كامل. طبعا هيبقى فيه احتياج للعامل، ولكن في أغراض تانية ممكن التعظيم الاستفادة منهم، ولكن في عملية تسهيل الحركة على المواطنين في أثناء عملية الحجز أو التنقل أو الدخول أو الخروج أو الحركة دي كلها هو محاولة لاتجاه لنكون بكله بشكل آلي زي ما شفنا في السكة الحديد. احنا النهاردة كل إشارة السكة الحديد تحولت لنظام الإلكتروني بدلا من نظام الميكانيكي اللي كان بيدخل فيه العامل البشري بشكل كبير. أيوه. ما بقاش فيه عند المزلقانات اللي كان بيتحكم فيها العامل البشري وكان بتحصل مشاكل حوادث كبيرة جدا بسبب العامل البشري اللي قد يكون حصل عنده حتى ظرف طارئ فكان بيترتب عليها كوارث. فالنهارده بيتم التحكم بشكل آلي في كل شيء، حتى حركه القطارات بقى في حاجه اسمها الاوتوماتيك تراك كنترول، نظام الاي تي سي للتحكم على حركه القطار اثناء المسير لاستطاعه ايقافه في حاله حدوث اي احداث او خطر على السكه. طب انا عايز اسال حضرتك يا دكتور على الدول اللي سبقتنا في ان هي تاخد هذه الخطوه وان يبقى عندها كارت موحد لكل وسائل المواصلات، اتكلمنا اكتر على تجربتهم كانت عامله ازاي، واحنا بالتالي ايه الخطى اللي هنسير عليها في نفس الاتجاه. حضرتك لو شفتي في اوروبا دلوقتي وسيله الانتقال بالقطار او السكه الحديد احد بدائل النقل اللي بتنافس وبقى عليها طلب كبير جدا اكتر يمكن من النقل الجوي، نظرا لاقتصاديات النقل ان هي اقل في التذكره وفيها خدمات وفي سرعه كبيره، ولذلك العالم كله بيتجه. احنا عندي دلوقتي في عندي قطار سريع في المغرب، عندي قطار سريع في السعوديه، احنا 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 بنواكب التطور اللي حصل واللي احنا كنا اتاخرنا عنه، بنسابق الزمن لتحقيق كل ما هو مطلوب لرفعه الوطن وتقديم كل الخدمات وتسهيلها للمواطنين وتوفير حياه كريمه تليق بمواطن مصري بالفعل.
يعني مع وجود طبعا هذه وسائل النقل الحديثه عندهم الكارت الموحد والكارت الذكي للمواصلات. طبعا وزي حضرتك ما قلتي من شويه في برضو الحجز ممكن يومي او اسبوعي او شهري او نص سنوي او سنوي موجود وبيتم استخدامه في كافه وسائل النقل. يعني حضرتك يمكن أشرت لتأثير ده على السياح وعلى السياح، وإن هم طبعا لما يجوا مصر ويلاقوا هذا النوع من الخدمات بهذا الشكل هيكون تأثير واضح. كلمنا إيه العلاقة وإزاي السائح هيكون بيفضل هذا النوع من الخدمات؟ خليني أضرب لحضرتك مثال صغير. في 2010 صفر المونديال كان من أهم النتائج بتاعته هو الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية وضياع وقت كتير جدا في التنقل، وده كان من ضمن النقاط اللي بيتم تقييم عليها البلاد اللي كانت تستضيف كاس العالم لو حضرتك تتذكري دوت. فعملية الانتقال وتسهيل النقل وتوفير الخدمات المناسبة لعملية سيولة الانتقال من مكان لآخر ده من ضمن أهم الأسباب. ودايما بنقول النقل والتنمية هما وجهان لعملة واحدة، مفيش تنمية بتحدث إلا بوجود شبكة نقل قوية، مفيش مكان فيه شبكة نقل قوية إلا ولابد أن يصاحبه تنمية. ولذلك كان الهدف للقيادة السياسية منذ طوال القيادة من اليوم الأول في 2014 رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مسابقة الزمن في توفير البنية التحتية اللي كانت بتفتقدها وبتحتاجها بشدة الدولة المصرية. احنا النهاردة بنشوف عملية تنمية بتحدث لأول مرة في شمال ووسط وجنوب الصعيد في المنطقة الغربية، بنسمع عن أماكن ما كناش بنسمع عنها قبل كده، ده بفضل شبكة النقل اللي اتعملت. يعني النهاردة بنسمع عن 1.5 مليون في منطقة توشكا وشرق العوينات، دي مناطق حديثة. محافظات الصعيد اللي بقى فيها تحول رهيب ومناطق صناعية بسبب المحاور العرضية اللي ربطتها مع مواني البحر الأحمر، دي كأني شديت المحافظات دي وجدت لها منافس على البحر الأحمر، فده سهل عملية انتقال وشجع على دخول مستثمرين. طب دليلي على ده ايه؟ دليلي على دوت ظهور مواني جافة واحتياج ليها، ودي مش بتظهر غير جنب المواني البحرية او بجوار المناطق الصناعية. فبدأ يظهر مناطق صناعية فين؟ في الفيوم، في بني سويف، في سوهاج، دي محافظات داخلية كانت بتولد لي هجرات داخلية ومشاكل اجتماعية. النهاردة سلوكيات الدولة كلها بتتغير بسبب عملية التنمية اللي حدثت، واللي كان سببها الرئيسي هو عملية شبكة النقل القوية اللي بتم عملها. النهاردة بنسمع مدينة اسمها مدينة طربول من اكبر المدن الصناعية على مستوى العالم، 26,000 فدان. فين؟ في مركز اطفيح، ده من ضمن المراكز او المناطق اللي كانت اكثر احتياجا ايضا جنوب شرق محافظة الجيزة. بنسمع عن 2.8 مليون فدان الدلتا الجديدة. الكلام ده كله ما كانش هيحدث غير بشبكة نقل قوية تساعد لوصول هذه المناطق وتشجيع الاستثمار والمستثمرين الدخول لهذه المناطق. جميل جدا. خلينا بقى نتكلم على الخطة الزمنية اللي وضعها الدولة علشان ننفذ مشروع الكارت الذكي او الكارت الموحد. ايه الخطة الزمنية اللي احنا ماشيين عليها؟ هو المفترض ان هو هيطبق في نهاية عام 2025 بعد انتهاء من كثير من بدائل النقل الموجودة زي المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، احنا انتهى منه المرحلة الاولى والثانية. مترو الانفاق عندي الخط الاول والثاني والثالث والرابع، الرابع كمان هيكون يعني في اطار الانتهاء منه او التشغيل التجريبي. كل الوسائل او بدائل النقل الموجودة داخل القاهرة الكبرى هتكون يا اما انتهت يا اما تكون المراحل المتبقية او شكت على الانتهاء. فهيبقى في احساس بقى بقيمة هذا الكارت اللي ممكن استخدامه في بدائل نقل أو وسائل نقل مختلفة، سواء كان مترو أنفاق، مونوريل، قطار كهربائي خفيف، أتوبيسات النقل العام، أتوبيسات التابعة لجهاز تنظيم النقل، كل ده هيبقى انتهى وموجود بشكل كبير. عملية الانتقال بشكل كامل للعاصمة الإدارية الجديدة واستخدام بقى وسائل النقل دي بشكل كبير والاحتياج ليها، هيبدأ المواطن يحس بأهمية هذا الكارت والحرص على استخدامه. وخليني أقول لحضرتك هو يعني هو مسؤولية المواطن الحفاظ على هذا الكارت والوعي بالحفاظ عليه، لأن دي من ضمن الحاجات اللي لابد للتنبيه ليها والصعاب اللي ممكن تقابلنا، لأن أي حدوث لقدوش أو شروخ أو فقدان الكارت دي مسؤولية بتقع على المواطن، ولكن الدولة بيبقى عليها مسؤولية الإصدار والتشغيل والتعامل بهذا الكارت. والحفاظ على هذا الكارت يعتبر حفاظ على مشروع من المشروعات القومية اللي بتتجه ليها الدولة بشكل كبير لتوفير الخدمات اللازمة لعملية النقل داخل المدن. والمواطن بكل تأكيد هيتعامل معاه بحرص شديد، يعني احنا قلنا ده شكل من أشكال المحافظة الإلكترونية بالضبط، علشان هو يكون مشترك بمبلغ معين مثلا لو سنوي أو شهري، فده مبلغ بالنسبة للمواطن فأكيد هيكون حريص عليه بشكل كبير. طيب هل تعتقد يا دكتور يعني فكرة الانتقال لهذا الشكل هو عملية سهلة أم إن هيكون عندنا بعض التحديات كدولة مصرية علشان ننتقل زي ما قلنا من الشكل التقليدي اللي هو عاش معانا عشرات السنوات إلى هذا الشكل الحديث الجميل لكارت المواصلات؟
يعني شيء طبيعي، أي حاجة جديدة بتاخد مراحل على ما بتبدأ الناس تتعود عليها وتاخد عليها، ويبقى فيها طبعا في التشغيل شوية صعوبات في الأول، ولكن مع الوقت والاستخدام خلاص بيبقى حاجة أساسية هيبقى لا غنى عنها. فهي عملية تعود، لأن احنا برضو في ثقافة تعودنا عليها زي ما حضرتك قلت لسنوات طويلة، فكرة الكمساري والمراجعة والكلام ده كله، ده شيء احنا يعني خد منا كتير. فالتحول شيء طبيعي انه بياخد وقت على ما يبدأ يعني يبقى شيء أساسي طبيعي، ويبقى في سهولة في التعامل معها. ولكن خلينا أقول لحضرتك، التطبيقات دايما اللي بيتم الترتيب ليها بتبقى الغرض منها هو تسهيل ووضع أسهل صورة لتطبيق هذا الكارت وتيسير على المواطنين بشكل كبير. إيه الظواهر السلبية من وجهة نظرك يا دكتور هتختفي بكل تأكيد مع تطبيق هذه المنظومة؟ الظواهر السلبية اللي هي يمكن بتيجي على المواطن أو اللي يمكن المواطن بيكون متسبب فيها، يعني في كلا الاتجاهين، إيه اللي هيختفي بعد هذا الكارت؟ يعني خلينا أقول لحضرتك، من ضمن الحاجات اللي هتبقى موازية لعملية الكارت هو تطبيق وتطوير تطبيقات لعمل الحجز الإلكتروني للتذاكر. فالكارت الذكي مع أنظمة الحجز الإلكتروني وتوحيد منظومة الدفع، ده هينهي تماما على منظومة السوق السوداء اللي كنا بنشوفها للتذاكر. أيوة. هينهي تماما على موضوع الطوابير والوقت اللي كان بيضيع في أن أنا أحجز تذكرة، الهيدك اللي كان بيحصل عندي من كم الدفاتر الورقية والتذاكر كان بيحصل. العملية دي هتختلف تماما وتختفي باستخدام هذا الكارت الذكي الموحد لكافة وسائل النقل. وفي المقابل قلنا هيكون كمان بيتم توفير للمواطن الفلوس، لان احنا بنتكلم ان هيبقى في عروض او في اشتراكات. طبعا 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 طبعا، وبتدرس. وخليني اقول لحضرتك الجديد كمان، ان بقى في لجان دلوقتي مكونه من جهات عديده لدراسه المتغيرات والشرائح والطلب، وزي ما بنقول كده دايما الطلب على النقل من والى المصادر والاهداف، دي عمليه نقل بحته بتدرس الاماكن المولده للرحلات والاماكن الجاذبه للرحلات وتوزيع عدد الرحلات عامل ازاي وعدد الافراد اللي بتنقل من المناطق وعدد الرحلات والرحله دي كم محطه منها بتاخد عدد اكبر وبتاخد عدد اقل. بيتم دراسته بشكل كبير، وشرائح المجتمع اللي موجوده في الاحياء ديت والانتقال ليها، الكلام ده كله بيتم دراسته بشكل جيد جدا. بيتم وضع تصور وسيناريوهات كتيره، وفي الاخر بيتم وضع مقارنات بين هذه السيناريوهات، وبيتم اختيار الافضل اللي في صالح المواطن دايما هو اللي بيتم اختياره والعمل بيه. يمكن في وسط الكلام حضرتك ذكرت ان 2025 هيكون عام فارق جدا في منظومه النقل، من حيث المشروعات اللي هتكتمل والوسائل اللي هيكون ليها يعني مراحل هيتم تنفيذها في 2025، وكمان قصه الكارت الذكي. عايزين نوضح اكتر ونطمن يمكن على بعض الوسائل اللي بقالنا فتره ما سمعناش وصلت لفين، وننتهز فرصه وجود حضرتك معانا. يعني مثلا الاتوبيس الترددي، إلى أين وصل هذا المشروع الآن؟ يعني أغلب المشروعات زي الأتوبيس الترددي والمونوريل يعني على نهاية 24 وبداية 25 نبدأ نشوف التشغيل التجريبي لكثير من هذه الوسائل. وإذا كان في مراحل متبقية تبقى مراحل يعني خلاص وشكت على الانتهاء زي ما قلت لحضرتك، في مراحل هتبقى فيها تشغيل تجريبي. إحنا دلوقتي بنشوف المونوريل بيتحرك في أماكن كتيرة كنوع من أنواع التشغيل التجريبي ليه، وهيبدأ إن شاء الله على نهاية زي ما قلت لحضرتك 2024 و2025 هيبدأ الانتهاء من كثير من هذه المشروعات زي مونريل لقطار الكهرباء الخفيف اللي خلص بالمناسبة المرحلة الأولى والثانية منه. احنا بنشوف الـ LRT دلوقتي بيطلع من القطار الخفيف محطة عدلي منصور كمحطة تبادلية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل، خدت أفضل مشروع نقل جماعي في العالم في مجلة إنرا المرجعية في 2022، بتصل للعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة. هيتم استكمال الخط اللي يصل إلى 103.3 كيلومتر. عندي كمان الخط الاول والثاني لمترو الانفاق، دول انتهوا كتطوير. الخط الثالث المرحله تطوير عربيات يا دكتور، الخط الاول والثاني مترو الانفاق تم تطويرهم بالكامل كعربيات وكمحطات وكارصفه، وزياده عدد القطارات لتقليل ازمنه التقاطر لتقديم خدمه افضل، تغيير العربات اللي كانت قديمه اللي كانت موجوده عندي، تغيير شامل باطوال وصلت الخط الاول والثاني بحوالي 65.5 كيلومتر. عندي الخط الثالث باطوال تصل تقريبا ل ما يزيد عن 41.2 كيلومتر المرحله الثالثه والرابعه. عندي المرحله الرابعه خدت افضل مشروع نقل جماعي يعني على مستوى العالم في مجله انر الامريكيه في 2021. الخط الثالث للمرحله الثالثه للخط
الثالث. أيوة. وخليني اقول لحضرتك خط الثلاث مترو الانفاق من اهم خطوط مترو الانفاق، لانه اول خط او طريق او وسيله نقل جماعي بتربط بين شرق القاهره وغرب القاهره. يعني هو بيبدا من عدلي منصور. أيوة. بيوصل للمهندسين، بيتقاطع مع الخط الاول وثاني مترو الانفاق، بيتقاطع مع قطار الكهرباء الخفيف، بيتقاطع مع المونوريل، بيتقاطع مع الاتوبيس السردودي، بيتقاطع تقريبا مع كل وسائل النقل الجماعي. فكره التكامل والترابط ما بين مختلف الوسائل. فالخط الثالث لمترو الانفاق في مرحلتين، للرابعه والثالثه باطوال تقريبا 41.12 كيلومتر. المرحله الثالثه للخط الثالث لمترو الانفاق تم الافتتاح للمراحل، المرحله الثالثه منها. ايوه. أنا عندي من الكتكات لجامعة القاهرة بدأ التشغيل التجريبي فيها دلوقتي. خليني أقول لحضرتك كمان الخط الرابع لمترو الأنفاق، وده مهم جدا، ده مشروع قومي ممكن الرئيس دولة يعمله في فترة حكم كله، اللي هو من أكتوبر للقاهرة الجديدة، سواء بقى التجمع، وإن شاء الله يستكمل للعاصمة الإدارية الجديدة. المرحلة الأولى من أكتوبر لمحطة عمرو بن العاص أو الفسطاط. بدأ العمل فيه، هو بيمر من الهرم والمتحف المصري الكبير وصولا ل 6 أكتوبر. يعني وأطوال كبيرة جدا. دايما سكان التجمع وسكان أكتوبر لا يمكن يلتقوا، لأن كل واحد فيهم في اتجاه بعيد تماما عن التاني. النهارده بيتم ربط بينهم بأكتر من طريقة. يعني عندي المونوريل دلوقتي اللي هو شرق القاهرة هيربط مع محطة عدلي منصور، هربط مع محطة أسف يوسف عباس في الخط الثالث لمترو الأنفاق اللي هي عند سد القاهرة، ثم بعد ذلك ممكن أخذ الخط الثالث لغاية محطة وادي النيل في المهندسين، في محطة تبادلية مع مونوريل غرب النيل إلى 6 أكتوبر لغاية منطقة صناعية. فأنا كده ربطت بين الـ 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 العاصمة الإدارية شرقا ل 6 أكتوبر وغربا، يعني العاصمة الإدارية والتجمع. أيوة. شرقا و 6 أكتوبر غربا، ليه الخط الرابع لمترو الأنفاق اللي يصل من ال 6 اكتوبر لغايه التجمع، وده هيكون على مراحل طبعا يا دكتور التنفيذ. طبعا. نيجي بعد كده الخط الخامس، ده تم استبداله بالاتوبيس الترددي اللي هو البي ار تي اللي على الدائري. الخط الخامس لمترو الانفاق تم استبداله بالاتوبيس الترددي، ده هيربط الدائري بمحطه عدلي منصور، بمطار القاهره، بالمتحف المصري الكبير، وده في نهايه 2024 هيكون التجريب ان شاء الله، يعني على بدايه 25. نيجي بعد كده هيسأل على اسكندريه شويه، بمناسبه كلامنا على المترو، ماذا عن مشروع مترو اسكندريه اللي هيكون مفروض بديل للترام؟ انا لسه كنت بقول لحضرتك جايكا قالت ان القاهره والاسكندريه هيصبحوا جراجات كبيره. أيوة. بسبب الازدحام السكاني الكبير مع ثبات المحاور. فكان لابد من القرارات الجريئه لحلول جذريه وليست مسكنات. النهارده احنا كنا بنتكلم على طرق شرق القاهره وطرق غرب القاهره في منطقه اكتوبر والجيزه، وصلت ل 200 كيلو طرق جديده وتطوير، وبنشوفها زي محور كمال عامر وعمرو بن العاص وغيره من المحاور اللي تم عملها في منطقه الجيزه او غرب القاهره. نيجي للاسكندريه، مع تطوير الترام بطول 34.5 كيلومتر، عمل العديد من المحاور، عندي محور المشير فخري فؤاد ابو ذكري، عندي مترو الانفاق تطويره كهربه خط سكه حديد ابو قير وتحويله لمترو انفاق، عندي طريق 45 اللي هو نفق 45 على كورنيش الاسكندريه وده سهل كتير، عندي محور عمر سليمان النبريه، كتير من المحاور اللي فكت ازدحامات كتيره داخل الاسكندريه واللي بيتم العمل عليها دايما. يعني مترو انفاق دي فكره برضو زي ما نقول خارج الصندوق، ان يتم توفير وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة زي الترام داخل الأسكندرية تربط من أبو قير لمدينة الأسكندرية. ده كان مهم جدا. اتقال كلام كتير قوي يا دكتور عن هذا المشروع وفكرة، احنا عارفين اسكندرية لها طبع خاص لأن هي مطلة على البحر، وتقال ان يعني بنيتها التحتية قد لا تتحمل إقامة مشروع زي المترو، فمدى صحة هذا الكلام؟ يعني هل فعلا اسكندرية لا تتحمل إقامة مشروع أنفاق يعني كبير زي مترو الأنفاق، ولا عادي ممكن يتم إقامة هذا المشروع؟ يعني احنا في الهندسه نقول مفيش حاجه ملهاش حل. وبعدين مفيش حاجه هتتعمل غير ولا بد من توفير كافه وسائل الامان والسلامه لكافه الانشاء المنشات الموجوده وضمان السلامه والامان للمشروع نفسه اللي بيتعمل. مفيش مشروع هيتعمل هيكون بيأثر على امن وسلامه المناطق اللي بيعدي منها، ولا حتى على يكون في شك في امن وسلامه المشروع نفسه اللي بينفذ. بيتم عمل كل الحلول الهندسيه وتطبيق احدث التكنولوجيا العالميه في توفير عامل السلام والامانه للمنشآت وللمشروع وللافراد القائمين على المشروع اثناء تنفيذ المشروع. يعني وخلينا اقول لحضرتك بمناسبه احنا اخذنا جوائز كثيره وتم يعني الاشاده بالكثير والكثير من عامل الامن والسلامه المهنيه اثناء التنفيذ في احد المجالات الامريكيه، كانت شركه احد الشركات الوطنيه المصريه في المونوريل، وكان في شهر 8 ولابس الخوذه وعامل السلام عوامل السلام والامان اثناء التنفيذ، وكان شغال في احد التفاصيل اللي بيغطي تغطيس احد القواعد الخاصه
بالعمدان والخاصة بالمونوريل في 6 أكتوبر. لا يعني الحمد لله ماشيين بخطة ثابتة، جداول زمنية غير مسبوقة بيشهد لها العالم كله، ولذلك أصبحت التجربة المصرية مطلوب تكرارها بالعامل المصري والمهندس المصري والشركات المقاولات المصرية في المحيط الخارجي، سواء الشركات الدول العربية أو الأفريقية. النهاردة بقى الناس دي خدت خبرة كبيرة، كوبري بتنفذ في وقت قياسي، احنا كنا بنشوف الكباري بفضل الخبرة المصرية. بفضل يعني احنا دلوقتي اصلا طول ما هو واقف بيحل في مشاكل اثناء التنفيذ ومشاكل جذريه وبيوصل لاحسن حلول، فاصبح هذا العنصر البشري مصقول بالخبرات الكبيره اللي بقى عنده قرارات تقدر تحل مشاكل كتيره اثناء التنفيذ وبسرعه، وبيطلع المنتج بتاعه او المنشا بتاعه على اكمل الوجه طبقا للمواصفات القياسيه العالميه وطبقا للكود المصري بدون اي مشاكل. يعني ايه الدول اللي بدانا ننقل ليها هذه الخبرات سواء في تنفيذ مشروعات المواصلات او الطرق والكباري وكل هذه الامور؟ انا عايز اقول لحضرتك ان كثير من الدول الافريقيه عايزه تنقل المشروعات المصريه حتى بنفس اسمائها، يعني في بعض الدول عايزه تنقل العاصمه الاداريه الجديده هتعملها العاصمه الاداريه الجديده، العاصمه هي نفس المسمى، عايزه تنقل المشروعات هي بنفس مسماها تبقى داخل هذه الدول. وخليني اقول لحضرتك مصر دايما بقى لها الرياده، ومصر دايما هي اللي بتقود المنطقه وما نقدرش نقول غير كده، وبنشوف ده في كل المجالات مش مجال النقل فقط. طيب ماذا عن منطقة بقى شرم الشيخ والغردقة وكل هذه الأماكن؟ هل في مشروعات من أجل ربط هذه المدن بشكل أكبر؟ خليني أقول لحضرتك زي ما في البداية كده أنا قلت هو كان الهدف الرئيسي من تطوير منظومة النقل، وده هو الأساس، تحويل كامل الدولة المصرية لأكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي. كنا دايما بنتكلم عن سنغافورة وغيرها من الدول اللي خاضت تجارب فرقت معاها كتير في مجال النقل. مصر كموقع يستحيل تكراره وفريد من نوعه، وهو زي ما نقول كده رمانة الميزان ومركز ثقل كبير في حركة التجارة العالمية على مر التاريخ. صحيح. فكان عملية تعظيم الاستفادة من موقع مصر ده بيعتمد على الربط الداخلي القوي مع زيادة معدل ربط مصر بمحيطها الخارجي، ده من خلال تطوير شبكة النقل ومنظومة النقل ببدائلها الكاملة، سواء كانت طرق، سكة حديد، مواني، نقل نهري، نقل جوي. ده تم العمل عليه بشكل كبير من خلال تطوير شبكة السكة الحديد أو النقل السكك اللي كان تقلص دوره بشكل كبير في العهود السابقة. النهاردة تم استكمال شبكة القطارات اللي بتعمل بديزل، وصل حجم شبكة التوالي حوالي 10,000 كيلومتر وعمل ازدواجات وأطوال جديدة، بالإضافة لقطار كهربائي سريع 4 خطوط 2250 كيلو متر، زود قدرة استيعابية على قدرة السكة الحديد بتعمل بالديزل تقريبا قدها، يعني كانت السكة الحديد بتعمل بالديزل بتنقل بضائع في حدود 13.5 مليون طن سنويا وحوالي 2 مليون راكب يوميا. أنا عملت 2250 كيلو زودوا لي 10 مليون طن سنويا و2.5 مليون راكب يوميا، فأصبحت الطاقة الاستيعابية لشبكة السكك الحديد في مصر سواء ديزل أو قطار كهربائي سريع حوالي 23.5 مليون طن سنويا و4.5 مليون راكب يوميا. الربط ده سهل كتير، ربط بقى المحافظات الساحلية زي ما سألتك قلتي الغردقة وشرم الشيخ، والغردقة بالأخص أنا ربطتها بمنطقة إنا والأقصر، وده ربط بين السياحة الداخلية وسياحة المدن الساحلية، ده هيزيد جدا من عملية السياحة طبعاً، عند الساحل الشمالي عايز يزور الأقصر وأسوان، عايز يروح شرم والغردقة وكل المحافظات المميزة. عندي زمن الرحلة من القاهرة لأسوان تقريبا حوالي 4 ساعات، فأنا لما بتكلم أنا عندي سائح جاي في اسكندرية وفي الساحل الشمالي بقى سواء في رأس الحكمة بعد العمل الشراكة مع كبير. المشروع الإماراتي أو ميناء جرجوب، المنطقة الشمالية كمنطقة سياحية أقدر أستخدم شبكة سكك الحديد السريعة للوصول للقاهرة بسهولة، للوصول للمحافظات الداخلية السياحية بشكل أسرع وأسهل، بالإضافة بقى لتشجيع كمان سياحة الكروز، السفن اللي بتنقل سياح ممكن من خلال حوض البحر المتوسط أو البحر الأحمر، أقدر أخدهم من أقرب مواني بالقطارات السريعة أدخلهم في المحافظات السياحية عندي. استفدت، عظمت العامل الاقتصادي عندي بشكل كبير، وفرت فرص عمل، وفرت استثمارات، ده بالإضافة بقى كمان لحركة نقل البضائع. أنا النهاردة عندي ميناء سفاجة بعد ما ربطته بالغردقة وبعدين دخلت بقى على إينا وأبو طرطور، عملية نقل
المواد المحجريه زي الفوسفات والامونيا لمنطقه سفاجه سهلت عمليه النقل. بدا يظهر عندي مناطق لوجستيه ومناطق صناعيه جنب منطقه سفاجه. انا عندي كمان المثلث الذهبي 2.2 مليون فدان اللي هو هنا قفط سفاجه قصير. دي منطقه بكر سواحل على البحر الاحمر، مناطق محجريه غنيه جدا بالمعادن. بسبب غياب وسائل النقل ما كانش يعرف في استفاده بهذه المناطق. فالنهارده انا وفرت البنيه التحتيه اللي بتساعد على ظهور استثمارات كثيره، ولذلك انا مش مستغرب من الاستثمارات اللي ظهرت زي راس الحكمه. هنلاقي في الفتره اللي جايه كتير زي راس الحكمه عباره عن مشروعات فيها شركات، لان انا عملت، وده كان الهدف الرئيسي من مشروعات النقل، ان انا اوفر البنيه التحتيه للدوله كانت بتفتقدها. تمام، يعني يمكن خدنا مع حضرتك لمحة كبيرة جدا عن أغلب ما حدث في هذا الملف، سواء اللي هيستفيد به المواطن زي الكارت الذكي ووسائل النقل، وكمان على مستويات مختلفة زي فكرة التجارة وفكرة حركة السياحة في مصر. كل هذه الأمور طبعا نتمنى الأفضل لبلدنا سواء للمواطن أو كمان لضيوفنا اللي بيجوا لنا. بشكرك جدا يا دكتور على كل التفاصيل. دكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور في كلية الهندسة جامعة بني سويف، شرفتنا ونورتنا. شكرا حاجة فندم، شرف ليا فندم، ربنا يخليك. مشاهدينا هنخرج فاصل سريع ولسه حالتنا مكملة، وبعد الفاصل هنفتح ملف زي ما قلنا زيادة أسعار الكشف في العيادات الخارجية وكذلك قرار صرف دواء واحد فقط للمريض. بعد الفاصل استنونا.